ممكن اروح. لا احنا عندنا سؤالين قبل ما نروح. لا طب ما نروح ونيجي يعني نروح ونرجع للسؤالين. خلاص نتمشى واحنا رايحين نجاوب على السؤالين. اصل كنت هروح لحاجه تانية خالص. بس لا خلينا نجاوب السؤالين احسن اللي احنا قلنا عليهم قبل ما نروح الفاصل. السؤال الاول منهم كان متعلق برؤيه حضرتك للاسمين دول بالتحديد من الاسماء المستجده، شادي حسين وبرونو صدر اللي هي الصفقات الجديده. مش هنقدر نقول ان هم يعني لازم اقول انهم لعيبه السوبر عشان النادي الاهلي جابهم، دي اكيد يعني، لان شافوهم من كذا منظار من كذا حته وقروا الهيستوري بتاع كل لاعب فيهم. يعني شادي شافوه في المباريات اللي لعبها، في مباريات مختلفه، خارج ملعبه داخل ملعبه، مين اللي بيلعب معاه، الاهداف اللي بيسجلها، طريقه تحركاته، بيخدم اللعيبه اللي جنبه ولا لا، يعني يعتمد على ده درسينه. فاذا بس هي ينقصوا بقى الاثنين ان ازاي يتربطوا مع الفرقه. يعني لازم ازاي يتربطوا، انت لما بتكون تودي عربيتك الميكانيكي وبيغير فيها حاجه يقول لك معلش شويه كده، لما هتبدا تتطبع وكده تتطبع يعني عايزه انها تمشي بيها شويه. هنا بقى ما بنقولش انها يمشي بيها شويه، يلعب شويه مع اللعيبه. لازم الفيلينج او الروح الاداء بتاعهم كده، لازم العين بعد كده هتشتغل. يعني ايه ان انا ابص لك بعيني اعرف انك هتمررها لي كده، دي مش من يوم وليله. مش هتعلم لغه العين ولغه الكلام ولغه كده. بالاضافه ان المدرب نفسه هو بيشرح لهم، بس طريقه التنفيذ، ما هو اللاعب مش هينزل لوحده، يعني سيفي ده مش هيبقى ده جنبه 9 لعيبه في الملعب غير حارس المرمى، شادي جنبه لعيبة تانية، ازاي يربط معاهم بقى، دي اللي هتاخد وقت. غير المدرب احكم عليه قبل بكتير من اللاعب.